السلام، مرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة أو متنوعة. اليوم مش نحكي على صيحة فزع اللي تقدمها نصاف بن علي وقالت أنه مستوى الإنذار مرتفع جدا في 21 ولاية، وكما نعرف أنه منذ يومين هكاك أو 3 أيام قالوا أنه 18 ولاية في حالة خطر جدا، واللي هي بؤر كبيرة برشا. اليوم من بعد جوغ تروجور وليت 21 ولاية، معناتها شيء قاعد ينتشر بسرعة كبيرة جدا. كشفت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علي أن مستوى الإنذار مرتفع في 21 ولاية، واعتبرت بن علي خلال ندوة صحفية اليوم بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة أن هذا المستوى مرتفع جدا في عدة معتمديات بالجمهورية، واصفا الوضع الوبائي في البلاد بالحرج والخطير جدا. وكما قاعدين نتراو وفيات بالبالة كل يوم إصابات كيف كيف بنفس الطريقة، أنتم وين ماشيين؟ مش حابين تحافظوا على روحكم، من بعد تقول والله الدولة 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 شنو مش تعمل لكم بالضبط؟ إذا كان أنت ما تحبش تحافظ على روحك، يا أخي هي باش تحميك من روحك؟ أنت ما خفتش على عائلتك، ما خفتش على صغارك، ما خفتش كل شيء تحطوه في الدولة؟ أنت عارفها دولة فقيرة وظروفها على قدها، الماكس اللي تنجم تعمل فيه تعمل فيه، خليتكم تخدموا على رويحكم، خليتكم تتنقلوا، لكن ما احترمتوش الوضع. ما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ونقولكم باي باي.